كابتن، يمكن كان في بطوله من 3 سنين تتذكر، كانت البطوله الافريقيه في تونس، تمام، وخسرناها، وكنت وكلمنا حضرتك من هنا واتصلنا بيك، وحضرتك انا فاكر كويس قوي قلت لنا ميعادنا كمان سنه. لا فاكر يعني المكالمه دي، فكرني بالمكالمه دي والوعد اللي قطعته على نفسك وازاي نفذته بعد سنه وفضلت فاكره. الحقيقه البطوله ديت من البطولات الواحد ما ينساهاش ابدا، لان احنا كنا مرشح قوي جدا ومرشح اول للبطوله، ولكن بعض الاخطاء طبعا وبعض الثقه الزايده عن الحد طبعا، كتر البطولات بتخلي فيه ثقه زياده. كنا رايحين فعلا ان احنا نجيب البطوله ونرجع بدون كلام. دي كانت كام يا كابتن؟ 2017 2017 ثقه زايده وبعض الاخطاء طبعا ضيعت مننا البطوله. انا يعني اتكلمنا مع اللاعبات واجتمعنا وقلنا ان احنا الدرس ده لازم نتعلمه، عندنا سنه كامله لازم نشتغل فيها بجد جدا، البطوله السنه الجايه ممكن تبقى في ارضنا ولازم نفرح جمهورنا ونعوضه. الحمد لله الناس كلها تعهدت، وفعلا اللعيبه ما استريحتش الموسم ده خالص الا لما احرزوا اللقب، كان في صاله النادي الاهلي في 2018 وكان نهائي قوي جدا على قرطاج التونسي. وحضرتك انا فاكر في المكالمه قلت لي كابتن احنا ميعادنا كمان سنه، انا الكلمه بصراحه هزتني ان انت واخد عهد على نفسك ومش هتنساه، والبطوله اللي راحت منها رجعها، فده لو بيدل على شخصيه النادي الاهلي. تمام، يعني لما تبقى كابتن النادي الاهلي ده عبء كبير، ما بالك بتنقله ازاي بقى كمدرب للبنات معاك؟ بتنقله ازاي؟ بص، هما البنات الحقيقه اللاعبات بتوعنا بتوع النادي الاهلي يعني شاربين روح الاهلي بامانه، يعني هما يعني عاوزين بس حد ينظم لهم الدنيا، حد يظبط لهم التدريبات، حد يظبط لهم فنيا، انما هم لما بيخشوا في مود البطولات الحقيقه يعني حطهم على التراك خلاص وظبط لهم الدنيا، هم بيشتغلوا اوتوماتيك ما شاء الله فعلا يعني. طبعا مع الشغل بتاعنا الفني طبعا والبدني والتكتيك والحاجات دي، بس هم فعلا روحهم عاليه جدا. انا في خلال ال6 سنين اللي ضربتهم فيها كنت شغال على العامل النفسي بدرجه كبيره جدا، حتى لما كان بيبقى فيه كبوات كنا بنشتغل بدرجه كبيره على العامل النفسي، ده كان بيجيب نتيجه كويسه جدا معاهم. وفي نفس الوقت العامل الفني والبدني ده احنا ما عندناش مشكله، لعيب النادي الاهلي متعود على الالتزام بتاعه، بيجي في ميعاد تمرينه وبيتمرن كويس، وهو متعودين على تمرين قوي، ما عنديش مشكله فيه. انما كنت بركز قوي وبزود في الحته النفسيه دي بالذات في الكبوات.